هبة، سأبدأ معكم من ألمانيا، حيث دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى فرض الاختبارات حتى على الملقحين في حال اقتربت وحدات العناية الفائقة في المستشفيات من الحد الأقصى لقدراتها الاستيعابية. أما في النمسا، فأشار وزير الصحة أنه يدرس إمكانية فرض حظر التجول الليلي في ظل مطالبات بفرض الإقفال العام لاحتواء هذه الموجة الجديدة من الوباء. السويد من جهتها أعلنت أنها تتوقع بلوغ الموجة الوبائية الجديدة ذروتها أواسط الشهر المقبل، وأنها ستفرض شهادة التلقيح في التجمعات التي تزيد عن 100 شخص. بينما أعلنت الحكومة البلجيكية فرض العمل عن بعد 4 أيام في الأسبوع وإلزامية الجرعة الإضافية من اللقاح للجميع. أكدت فرنسا إلى الاستعداد للعودة إلى تشديد تدابير الوقاية في الفترة المقبلة. أما إيطاليا، فتضاعف عدد الإصابات اليومية فيها في أقل من أسبوعين ليزيد عن 10,000 للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي، ما قد يدعو الحكومة لفرض المزيد من الإجراءات الوقائية مستقبلا. Thank you.